يمكن ما يكون كتير ستيلي بالغناء أو ستيلي بالألحان أو ستيلي بالتوزيع، ولكن الله يوفقهم. هيدا كان رأي رامي عياش بديو الجديد يلي جمع بين مايا دياب وزياد برجي. خسرنا بعض وخسرنا بعض. ما فت بتفاصيل العمل كتير، أنا مني ما بقدر مثل كل أزواق العالم، بقدر مثل زوقي، أوقات بكون أغني مش مثل ما أنا بحبها أنها تكون، أوقات بتكون بس في أغاني بتنجح ما بتكون على زوقك أنت، وفي العكس صحيح كمان، بتمنى لهم التوفيق الله يوفقهم. وخسرنا بعض بطلنا نتلاقى. وقبل 8 سنين جمع ديو سوا بين رامي ومايا وحقق نجاح كبير جداً بوقتها. انسى الدنيا عيشي إلي مثل الورود الدللي. الله يوفقها ووفقها بكل أعمالها. كل عمل ديو حلو لازم يكون، لأنه بيجمع بين، هو المفروض أنه يجمع بين ثقافتين أو يجمع بين لونين أو يجمع بين جيلين أو يجمع بين سوقين، يعني مصري لبناني أجنبي لبناني something like that. ومن ضمن الديوز يلي قدمها رامي كمان ديو عم بحلم فيك مع هيفا وهبي، وحب انه يوجه لها رساله من بعد علمه بمرضها. بقول لها يا رب الله ينشلها شو ما كان المرض يكون، وان شاء الله نحن واقفين حدا بكل شيء. ان شاء الله ما يكون شيء كتير كبير، يعني بعد ما سمعت انه شيء كتير كبير شو ما كان الله ينشلها منه ان شاء الله. انا عم بحلم فيك همي كله اني. وبعد الحديث الكتير عن وجود خلافات بين رامي عياش ووائل كفوري، أعاد وائل مؤخراً نشر لقاء تلفزيوني لرامي مع كارلا حداد، وتصور البعض أنها مبادرة من وائل لإنهاء الخلاف. أنا بعمل ريتويتات لكثير من الناس ومن البرامج، ما بعرف إذا ريتويت لإلي أو لكارلا، بس إنه بشكل عام حلو هيدا يعبروا عليه حتى لو مش قصدينه، يعبروا قديش الفنانين مرتاحين مع حالهم. انت اللي بتسعد كل لون.